بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم بقى على موضوع مهم جدا في الامتحانات، الام ار سي بي والاس ام ال اي والكلام ده، وممكن ما يكونش موجود في كتب بكالوريوس. هو شبيه البرايمري بيلاري سيروزس، بس هو اسمه ايه؟ برايمري سكليروزنج كولانجايتس. تقوم تقول لي بص يا دكتور بقى كلمه برايمري دي خلاص انا عرفتها. برايمري يعني اوتو اميون انون ايتيولوجي، بيحصل في الفيميل، بس هنا ممكن يحصل في الميل بصراحه، عشان خلي بالك بقى. هناك كان 45، هنا ممكن اقل من 40 سنه. ومعاه الاي اس ار عالي، ماشي، بوزيتيف انا، ماشي، اذر اوتو اميون ديزيز. هو ده بقى انا عايز تركز على الاذر اوتو اميون ديزيز. الاذر اوتو اميون ديزيز هنا نخصه بالذكر الانفلاماتوري باول ديزيز، وهقول لك ليه. طب يا دكتور انت قلت لي هناك ايه؟ اوتو انتي بودي. هنا برضك اي جي ام موجوده واوتو انتي بودي. الاوتو انتي بودي اللي هنا مين؟ اسمع بقى، بي انكا، بي انكا، بي انكا. يبقى انا في الجم اول كلمه دي عايز تحفظ حاجتين. اول حاجه، ما هو الاذر اوتو اميون ديزيز؟ هو الانفلاماتوري باول ديزيز. طب احنا عندنا يا دكتور انفلاماتوري باول، هل هو السيرتيف كولايتس ولا كرونز؟ اقول لك افتكر مين الالسيرتيف كولايتس اشهر، ماشي؟ طيب والانتي بودي بي انكا، ايه البي دي؟ بيري نيوكليار، بي انكا انتي نيوتروفيك سيتوبلازميك انتي بودي، بيري نيوكليار انتي انكا بي انكا انتي نيوتروفيلك سيتوبلازميك انتي بودي. يعني نيوتروفيل كده حوالين منها نيوكليوس، هو بيكون موجود ايه؟ مترشق حوالين النيوكليوس، وكانهم النيوكليوس دي اكنها تورته وهم هياكلوها، فبيري نيوكليار هي دي البي، بيري نيوكليار. فين؟ انتي نيوتروفيليك نيوتروفيل، وحوالين من النيوكليوس وفي السيتوبلاز سيتوبلازميك انتي بودي. دي مهمه جدا، دي اعرفها بقى، ماشي؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ قلت اللي بيحصل على فكره، خلي بالك هناك كان بيحصل ديستراكشن، هنا لا، ده بيحصل فيبروزس في السكه دي، فيبروز فيبروز فيبروزس، تتليف تتليف تتليف، فالسكه دي تضيق طريق كده، جيت انت على الجناب ورحت جاي مضيق 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 الطريق. في الغالب برضك هيحصل ستيزس، مش هيقدر يمشي الطريق ضيق ضيق ضيق، ومرور الوقت عمال الطريق مين؟ سكليروزك سكليروزك سكليروز، يعني فيبروزس فيبروزس فيبروزس. طب انا عايز اقول له الجمله بقى، بص ام سي كيو. يتميز هذا المرض ان هو انتراهيباتيك واكستراهيباتيك. مهمه جدا دي. انت عارف ليه بقى؟ في مرض في الاطفال اسمه برايمري بيلاري اتريزيا، الحاجات دي بتبقى ملزقه فبيشيلوها ويحطوا الانتستين هنا. هنا لا، ما ينفعش تعمل القصه دي، لان هنا السكه ضيقه جوه وبره. البيلاري تري فيها فيبروزس، كلها الشجره كلها ملزقه مضيقه، سكليروزس فيبروزس. طب لما يجي البايل يجي يطلع مش عارف يطلع، فيحصل له ليك، وبعد لما يحصل ليك يحصل اول حاجه يحصل له مين؟ كوليستيزس. يديك بردك الايه اللي هو الكولانجايتس دي، بديك ايه؟ بايل داكت. يبقى كوليستيزس بمواصفات مين؟ البيلري بتاع البرايمري بيلاري سيروز، يعني الالكالين فوسفاتيز عالي، وعرفت ان هو اوف هيباتيك اوريجين من الجي جي تي، والاي اس تي عالي، والبيلروبين عالي. طب البايل بقى كده بعد كده ايه؟ يحصل له ليك، ولما ليك ياثر مين على الهيباتوسايد؟ فيحصل لك مين بردك؟ ليفر سيل فيلير وسيروزس وبورتال هايبرتنشن، هما نفس الكلام اللي هناك، ماشي؟ طيب بس البدايه بردك مين؟ كولانجايتس بردك، ماشي؟ طيب اهم جمله، طب هناك بقى كان بيحصل مين؟ ليفر سيل فيلير وسيروز وكانسر هيباتوسيلوكارسينوما. هنا خلي بالك الهيباتوسيلوكارسينوما مش هي دي المهم، المهم الكولانجيوكارسينوما، كولانجيوكارسينوما والكولوريكتال كارسينوما. ليه بقى؟ ليه بقى؟ خلي بالك انت عندك برضك الحته هنا تيجي تفتح مين؟ في الديودينم، في الديودينم. طب ما الدنيا كلها كلها ملزقه وملتهبه، اكيد الديودينم ده هيحصل له مين؟ الديودينم والقولون والرجل ممكن يحصل لهم مشاكل. يبقى هنا الحته دي طالما الدنيا انترا واكسترا، الاكسترا هيباتيك تفكرك بمين؟ بنهايه البايل داكت اللي هي موجوده مين؟ في الديودينم والقولون، في السيرتيف كولايتس والكرونز والكولوريكتال كارسينوما، وهنا الكولانجيو كارسينوما. كلام واضح، كلام جميل. وادي يا عم شكل الليك اهو، عشان مين؟ اهو فايبروزس، وبعدين حصل في منه ليك. لما يحصل ليك
احنا عندنا بقى مين هنا؟ البايل. بايل فيها مين؟ فيها البايل بيجمنت الكونجوجيتيف بيلروبين وبايل سولت. بايل سولت يا دكتور خليها تهرش. وبعدين البايل مين؟ البايل. وبعدين مين؟ الكوليسترول. يخلي فين؟ عندها بردك هايبر كوليستروليميا، صح؟ نفس الكلام. طيب انا بردك عايز اوريك بقى الرسمه بتاعت مين؟ بتاعت القاء دي مهمه جدا. كانسر مين؟ ديفولوب كولانجو كارسينوما. انت عارف يا دكتور ساعات يقول لك في العلاج ايه؟ والله لو الدنيا دي كده بقى احنا ممكن نشيل الليفر نعملها ليفر ترانسبلانتيشن. بس خلي بالك لو لقيت عيان عنده كولانجو كارسينوما كونترا انديكيشن انك تعمل ليفر ترانسبلانتيشن. وده سؤال مين؟ ام اس كيو يا كتكوت. ماشي؟ طيب طب انا عايز اشخص. قال لك انت عايز تشخص؟ ماشي شخص يا عم الحاج. هنا دي هنا مين؟ هنا دي الايه؟ الديودينم. طب انت دخلت ايه؟ دخلت كده بحاجه اسمها اي ار سي بي منظار كده، والاي ار سي بي دخلته مين ومشيت عكس التيار كده وصورت الحته دي بصبغه في حاجه اسمها اي ار سي بي ان ايه؟ اي ار سي بي اي ار اندوسكوبك ريتروجريد كولانجيوبانكرياتوجرافي. بنصور الدنيا دي كلها، فلما جه صورناها لقينا ايه الشكل؟ ايه ده يا ربي؟ ده في فيبروز كده وشكل بيدت 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 بيدت. ده ايه؟ لا ده الدنيا دي كلها ايه؟ ما ايه؟ لا ده في برايمري سكليروزنج كولانجايتس. ماشي؟ هو ده ايه؟ ده الفكره كلها. طيب انا بردك هنا اوريك مين شكل بردك الاي ار سي بي. دخلنا من عند مين هنا؟ كده عكس التيار لان البايل نازله من فوق لتحت. تنتهي هنا احنا دخلنا كده اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياس وصورنا الدنيا طلع لك المنظر ده وطلع فيه هنا فيه ستريكشر وطلع فيه شكل مين؟ شكل البيدد البيدد. طيب ده اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نقوله. عايز اقول لك جمله بقى مهمه بقى. بص وكان واحد زميلك كده خدك على جنب. يا دكتور لو سمحت عايز اقول لك على حاجه. قول يا عم في ايه وغوشتني يا دكتور؟ نعم عايز اقول لك على حاجه يا عم. قول. عايز اقول لك ان في نظريات بتقول ايه؟ اسمع الجمله دي. ان الانفلاميشن كان بادئ فين؟ في الايه؟ في الانفلاماتوري باول ديزيز يعني السيرتيف كولايتس او كرونز. وبعدين بدا الانفلاميشن يحصل له مايجريشن في مين؟ في البيلاري تري. هو كده وصل لمين؟ لما عمل فيبروزس وادى الى برايمري سكليروزنج كولانجايتس. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ يعني عايز اقول لك ان البدايه كانت السيرتيف كولايتس وبعدين كومبليكيتد باي مين؟ برايمري سكليروزنج كولانجايتس هام جدا او خالص. ودي الحاله اللي بتجي لك مساله. هيجي لك واحد عنده السيراتيف كولايتس بلادي دايريه ومشاكل في الجي اي تي وبعدين فجاه جاله جوندس نحه كوليستاتيك جوندس وبعدين يا ربي يطلب يقول لك ايه؟ خلي بالك الراجل ده هنعمل له ايه؟ اي ار سي بي. دي الاجابه. الراجل ده خايفين اللي يجي له كانسر. كانسر ايه؟ كولانجو كارسينوما. الراجل ده هيجي له كانسر. كانسر ايه؟ كوليكتر كارسينوما. طب الراجل ده نعمل له ايه؟ نعمل له البي انكا. مهمه. هم دي هي دي التريكات. هي دي التريكات. انا افرجك بقى على مين؟ ده الايه؟ النوتس بتاعت الايه؟ اليو اس ام ال اي برايمري سكليروزنج كولانجايتس كلينيكالي زي الثاني بالظبط فاتيجو بروريتس. عشان مين؟ عشان الكوليستاسيس. وبعدين البيشن بيكون اسيمتوماتيك. اهم جمله ان هو مين؟ اندرلاينج انفلاماتوري باول ديزيز. اهم جمله الالسيراتيف كولايتس. طب انت بتلاقي في مين؟ طالما هو في كوليستيز الكالين فوسفاتيز عالي والبلروبين عالي كونجيوجيتد والاي جي ام عالي. بس اهم حاجه هي مين؟ البي انكا. بي انكا. طيب الايمج هتعمل ايه يا دكتور؟ بعمله اي ار سي بي. اهي اي ار سي بي او ام ار سي بي. بتلاقيها ايه؟ بيدد بيدد. طيب الليفر بايوبسي بردك هتلاقي في مين؟ في الغالب ما بنعملش ليفر بايوبسي، بنعمل مين؟ اللي هو الاي ار سي بي ده. طيب قال لك لو لما ياخد بقى ليفر بايوبسي بتلاقي فيه حاجه اسمها الاونيون سكين ابييرنس. ليه؟ لان الفايبروزس وكانه عامل زي قشر البصل كده. فتله 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 فتله. ايه ده يا عم الحاج؟ شبه قشر البصل ده ولا ايه؟ فايونيون ايه؟ سكين ابييرنس. ماشي؟ الكومبليكيشن انترا واكسترا هيباتيك بيلري ستريكشر كولانجايتس كوليستيزيس وبعدين كولانجيو كارسينوما هام جدا او خالص والكولوريكتال مين؟ كانسر. طب ما هو البايل دي مسؤوله عن مين؟ على الفات سولوبل فيتامين. فالعيان ده عنده مين؟ عنده مشاكل في اوستيوبروزس وديكريز الفات سولوبل مين؟ فيتامين.
طيب انت بقى مين في قال لك في الغالب بقى احنا ممكن ايه يعني الليفر ترانسبلانتيشن نوت ايه نوت ايه بريفورمد. طب قال لك طب ما ده اوتو اميون ديزيز، طب ما تدي لي اميون سبريشن، قال لك مش افكتيف، مشاكلها اكتر من البنفيت بتاعتها. بردك هقول لك دي النوتس بتاعت مين، بتاعت الام ار سي بي، يقول لك مين ده عباره عن ايه، ده مرض يصيب الانترا والاكسترا ايه بيلاري اكسترا هيباتيك بايل داكت، ماشي، وبيحصل فيه مين فايبروزس وشكل البيدد وبيكون الالسرتيف كولاي. بيقول لك بص الجمله دي 80% من اللي عندهم برايمر سكلوروزيك كولانجيت 80% عندهم كام الالسرتيف كولايتس. يبقى انت لو جالك واحد الالسرتيف كولايتس متوقع ان هو يكون عنده مين، او لو انت شخصته برايمري بيلاري سكلوروزيس ده 80% انت مين يا عم الحاج، الالسرتيف كولايتس. طيب وخلي بالك اللي يكون اتش اي في والفيتشر كوليستيتس وهيباتوميجالي لما يكون في بورت الهايبرتنشن وانترميتنت جونز، واهم حاجه الاي ار سي بي والاحسن منها ايه الام ار سي بي، والانكا بوزيتيف والاونيون ابييرنس نفس الكلام. طيب مهمه جدا بقى الجزء ده الكولانجيو كارسينوما وانكيز ريكت اوف كولكتال مين كانسر. الجمله دي انا بالنسبه لي مهمه، الكولانجيو كارسينوما از كونترا انديكيشن لليفر ترانسبلانتيشن، ماشي. طيب يقول لك ايه بقى، خلي بالك الموست كومن كوز اوف بيلاري ديزيز في عيان اتش اي في از سكليروزنج كولانجيتس ديو تو السيتوميجالومين فيروس، ماشي. وكل الجمل دي مهمه جدا اللي هي مين الكريبتوسبروديوم والمايكروسبروديوم، ماشي، ده مهم جدا.